نفت النجمة الإماراتية أحلام الافتراءات اللي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية بمحاولة تشويه صورتها أمام الجمهور وتحديداً محبيها بتونس. وبدورها أكدت أحلام أنها راح تقاضي الفنان التونسي شمس الدين باشا وقناة التاسعة والشابة أميرة بالحاج، اللي ادعت أنه أحلام قامت بإقصائها أو إبعادها من برنامج The Voice لأنها بديلة. وهاي البلبلة دفعت نشطاء السوشيال ميديا اللي أكدوا بالوقوف على مع جانب الفنانة أحلام، فيما هددت الفنانة كل من شمس الدين وأميرة بالسجن ولوحت بتحويل القضية إلى قضية رأي عام. لنتابع رد الفنانة أحلام بأحد القنوات الفضائية خلال الساعات الماضية. أنا عندي مثل أقوله دايم، اللهم اجعلني كبيرة في عين الناس وصغيرة في عين نفسي. إذا هي البنت شوفينا هالقد كبيرة وإنه أنا وقفت مشاركتها، فأقول لها كثير ميرسي، هذا رقم واحد. رقم اثنين، مش هذه إنسانيتي ولا أخلاقي ولا تربيت على كذا. وأنا راح أقول الآن قدام العالم، راح أحولها إلى قضية رأي عام، راح أطالب تونس بشكل كل ثوانتنا يقفون معي، لأن هي هذه البنت ظلمتني في حق وعدل. وأنا أؤمن بالقضاء التونسي، أؤمن به، وإن شاء الله راح أخذ حقي في تونس.